اهلا بحضراتكم مره تانية. فقرتنا دلوقتي فقره مهمه جدا، هتكون مع ضيفنا اللي بيشرفنا دايما وبينورنا في الاستوديو، الدكتور الكبير هاني الناظر. وهنتكلم معاه النهارده عن الامراض الجلديه اللي ممكن تصيب الاطفال وكمان الكبار بسبب تربيه الحيوانات الاليفه. ايه هي اكتر الامراض اللي ممكن تصيبنا بسبب الموضوع ده، وازاي نقدر نحمي نفسنا منها؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا دلوقتي في الاستوديو، دكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث الاسبق. صباح الورد على حضرتك يا صباح دكتور، النور، اهلا بحضراتكم. دايما منورنا كده ودايما هنبدي اعجابنا بالشياكه حضرتك برضه. ارفعي المعنوياتي. دي حقيقة. دكتور، لو نعرف من حضرتك كده ايه الامراض اللي ممكن تكون شائعه بسبب تربيه الحيوانات الاليفه، وهل مثلا بيكون شعر الحيوانات هو السبب او كده؟ خلينا نقول في امراض معديه وامراض غير معديه. اوكي. او مشاكل غير معديه. نبدا بالغير معديه. طبعا الناس اللي بيبقى عندها حساسيه او ارتكاري او حاجات زي كده، بنفضل ان هم ما بيبقاش عندهم حيوانات في البيت. لان لقينا الشعر اللي طبعا انت عارفه لو في قطه او كلب وهم ماشيين طبعا في البيت بيتساقط منهم الشعر، شعر طول الوقت، فده بيزود الحساسيه. وحتى اللي عندهم حساسيه صدريه بنحذرهم. فوجود الحيوان حتى لو مش مريض ولا بين المرض، هو بيمثل خطر على صحته وبيزود من حده المرض. انما في امراض ممكن تعدي. زي ايه ده؟ زي الفطريات. يعني كتير من انواع من الفطريات اللي بتصيب، اللي احنا بنسميها كده يعني ليه اسم بالبلدي، يعني القراع. او مثلا في الفلاحين يقول لك الاوبه. اوكي. احنا اتكلمنا قبل كده عن الاوبه هنا بالظبط. فبيحصل ايه؟ تبص تلاقي في فطر بيصيب فروه الشعر وبيوقع الشعر ويعمل التهاب في الجلد. طبعا مع التلامس بينتقل لشعر الاطفال. فيعمل التهاب على هيئه دائره مستديره جواها قشر جامد، تلاقي الشعر فيها مقصف وبتبقى فيه حكه مؤلمه بالنسبه للطفل. والخوف بقى من الحكه دي ليه؟ لانه ما بيورش نفسه، بيعور نفسه. فتبدا مشكله تانية، ان الجرح ده يتلوث. يبقى عليه ميكروبات تبص يكون دمل او خراج. دي مشكله ثالثه. طب ايهما اكثر خطر، الكلاب ولا القطط؟ لان معظم الناس بتربي يا كلاب يا قطط في الغالب، فمين يعني الاقل في الموضوع ده؟ مفيش. الاثنين نفس الشراسه في قصه القراض. زي بعض. ده حتى ساعات كمان اقول لهم ولا الطيور. يعني في ناس ساعات تربي عصافير ملونه، حشرات مثلا وكده. الطيور لا، انا قصدي يعني غير الحشرات. غير الحشرات بيجيبوا برضو الريش بتاعهم بيعمل حساسيه. الاطفال والكبار. فاذا الفطر ده من الحاجات المشهوره اللي بتيجي للحاجات. بعد كده في حشرات طبعا. واشهرهم الحشره اللي احنا بنسميها الجرب. الجرب؟ ده ممكن ينتقل عن طريق طيور. ممكن ينتقل عن طريق القطط والكلاب. جرب عن طريق الطيور، دي معلومه جديده قوي يعني. لا بتتنقل. طب وايه اللي بيبقى موجود على الطائر يخليني اعرف ان هو عنده مشكله ما؟ يعني بتلاقي الريش طبعا بيقع وفي حتت ملتهبه ومستديره، او بتبقى تلاقي مثلا في اكتر من حته موجوده. فممكن تنقل الحشر الطائر الرتوي اللي عاد مش طبيعي. في طبعا في القطط والكلاب بتبان جدا. تلاقي الشعر بيتساقط وجلده يا عيني، وبيبقى الحيوان شكله يصعب عليك يعني. اوكي. طب يا دكتور، الحشرات اللي ممكن تجي لهم دي، يعني لو اتنقلت مثلا ممكن تصيب الاطفال بمشكله ما، بقى تكون ايه المشكله؟ الاطفال والكبار. وكبار. الحشره الجرب دي حشره بتمشي ما بنشوفهاش بعينينا. دي اللي هي القراده؟ لا. اوكي. دي حاجه غير برضه القراده. بتمشي تحت الجلد وتعمل انفاق. وطول ما هي ماشيه بتبيض. اوكي. وبتتحرك دايما بالليل. ده تحت جلد الحيوان ولا الانسان؟ الانسان. لا، الانسان تحت كمان. جلد الانسان. اوكي. فطبعا لما بتبدا تمشي وتعمل كده بيبدا الانسان يبقى مش قادر. عشان كده اكتر مرض بيخلي الانسان يهرش ويقطع جلده هو جرب. عشان تحت جلده في كتير. وبتبدا تلاقيها مثلا في بين. معلش يا دكتور، انا محتاجه افهم شويه لان المعلومه غريبه عليا. يعني فعلا تحت جلد الانسان الجرب ده بيبقى فيه حشرات بتعمل انفاق وبتبيض؟ بس انت ما بتشوفيهاش بعينك يا صغيره، تشوفيها بالعدسه بس. ممكن بعدسه مكبره قوي تشوفيها. طب والموضوع ده خروجه من الجسم بيبقى عامل ازاي؟ وعلاجه؟ في طبعا ادويه بتستخدم، في منها اقراص وفي منها دهانات. المرض بيخف اسبوع على فكره، يعني من اسهل الامراض الجلديه في الشفاء. يعني مش صعبه جدا اصل مجرد الحكي خلاني احس ان الموضوع شرس قوي. لا لا، اسهل علاج تعالجيه هو الجرب. الامراض الجلديه التانية بتبقى تروح وتاخدي علاجات وثلاث اسابيع وشهرين وثلاثه.
اسبوع علاجه سريع جدا. طب احنا عايزين ننبه على الناس ان احنا دلوقتي اللايف بتاعنا شغال، تقدروا تبعتوا لنا اسئلتكم على برنامج صباح الورد بالعربي على فيسبوك، ودكتور هاني ان شاء الله هيجاوب عليها. بس دكتور نرجع نكمل كلامنا، غير الجرب بقى كده طبعا في امراض طفيليه، اه دي طبعا ما هيش جلديه، ولكن دي برضو من الامراض اللي بتنقلها الحيوانات دايما، الامراض الطفيليه. زي ايه بقى يا دكتور؟ انواع من الديدان كتير. يعني عايزه كتاب. انا عايز اقول في الخلاصه ايه، يعني تربيه الحيوانات داخل المنازل حاجه مش صح، مش صح. لا دي هتصدم. انما في جنينه في الشارع جايز، وبرضه يعني بس لو البيت فيه جنينه مفيش مشكله، مفيش مع ضروره الفحص البيطري المستمر طبعا، والتطعيمات، لان في كم من التطعيمات بياخدوها مهم جدا. البرد طبعا شيء اساسي. لازم، ان ما كنتش هقدر اعمل كده ما ربيش ابدا الحيوانات عندي في البيت. طب في سؤال مهم، هل انا ممكن في ادويه الشخص ياخدها تقي من الموضوع ده، او تخلي يقدر يربي حيوان وفي نفس الوقت لو عنده حساسيه، لو حاجات خفيفه يعني ما يجيلوش مشكله منه؟ لا طبعا. لو الحيوان اصيب هيجي لي على طول. مش هقدر اعمل وقايه، انا عامل وقايه ضد ايه؟ مش عرفني ان هيجيله حشره او هيجيله فطر. طب يا دكتور، والاشخاص اللي بيبوسوا الحيوانات الاليفه بتاعتهم، ده ممكن يصيبهم بايه؟ ده ما هو انا كده اذا كنت لما بلعب ما بقيت بيجيلي كل الامراض دي، كل الامراض دي هتجيلي، وطبعا في مدار خطورة. اه طبعا اسرع ممكن، ولو عنده اي اصابه فيروسيه هتجيلي ابوس، هتيجي على بقي على طول يعني. اه في فيروسات بتتنقل. طبعا يعني مش مفروض خالص خالص. طب ايه الحيوانات اللي ممكن نربيها في البيت حتى لو صغيره، ممكن سلحفه مثلا؟ يعني في اطفال بيبقى موضوع تربيه الحيوانات ده ايجابي جدا ليهم، ان هم يربوا حيوان وكده، دي حاجه حلوه جدا بتفرق معاهم جدا في شخصيتهم. فايه الحيوانات اللي ممكن نربيها وتكون الى حد ما مفيش منها ضرر او مشاكل؟ ممكن الفيل، الخرتيل. مفيش ضرر خالص كده، الحيوان ربي في راحه والبيت راح. زرافه ولا حاجه والله بصي، يعني اذا كنا احنا كبني ادمين بنقل لبعض امراض. ده احنا بنقول يا جماعه في بيتنا بلاش استخدم فوطه حد من الولاد، ولا على الولاد يستخدموا فوطتي. ده انا بقول للامهات ما تبوسوش ولادكم. فطبعا يعني وجود. طب في ممكن سمك مثلا؟ سمك يعني، سمك فحوط بعيد ده اهو يعني. يعني لقينا حاجه يعني اعتقد ان السمك تمام صح؟ انا عايز اقول لك، انا ليا راي تاني خالص يعني انساني يعني. انا بعتبر كده ان انا بحبس هذا الكائن البريء في مكان غصب عنه. السمكه دي مكانها في البحر، تنطلق تجري. انا باخدها احطها في مكان حبسها هي، او الحيوان برضو. يعني الحيوان ما تخلقش، ربنا ما خلقوش عشان احنا نحبسه. يعني دي حبس على فكره. بس في حيوانات على كده ما بتقدرش تقعد غير في البيوت. نعم، في حيوانات ما بتقدرش تقعد غير في البيوت. لا في يعني بصي، اي حيوان جربي كده وفتحت الباب هيجري. ايوه بس احنا لو سيبنا كلب لولو في الشارع مثلا، بس هو الواحد بيجري غلط، ممكن فعلا يتقتل او تدوس. طبعا. بس بص البيهافير بتاع التصرف بتاعه، انه هيكون عايز حريه، هيجري. لو عندك طيور هيهرب من القفص. صح. احنا مقيدينهم طبعا. صحيح. احنا يعني احنا بنستمتع بتقييد حريه كائن حي. بس ما هو دكتور مكانه في البيت برضه. لا مين قال كده؟ يعني الحيوان الاليف ده هيروح فين؟ مش هيبقى في الشارع. ما هو حضرتك انت خدتيه ازاي؟ اخدته من حد برضه، خدتيه غصب عنه. تم صيده غصب يعني عن كان. امه. صح يعني طيب. ام قطه او ولدت تروحي واخده حد منها وتيجي حد تاني، ودي عمليه مؤلمه للام وللطفل. اكيد طبعا. صح. فاحنا كبني ادمين ساعات بنقول اصل احنا الرحمه والحيوان ده احنا بنعذبهم. ايوه. ان احنا ناخدهم من حضن امهم. يا دكتور احنا عادي بناخد الحمام ونحشيه ونحشيه يعني لو اتكلمنا على القطه اللي بناخدها من امها، احنا بناخد الحمام يعني بتبهدله معانا. والله في ظل الظروف دي انا بقول مفيش داعي ناكل حمام ولا فراخ ولا لحم. طب ليه بقى يا دكتور ناكل ايه طيب؟ اصلهم غيري وشويه. يعني هم غيري شويه بس انا قصدي يعني مفيش اي خطوره. لا مفيش خطوره، بس طبعا لا يعني حتى الطيور او الحاجات اللي بنعملها لازم يبقى في طهي جيد. اوكي. لان في برضو امراض تنتقل عن طريق اللحوم لو نيه. زي ايه بقى يا دكتور بما ان حضرتك ذكرت كتير الموضوع؟ ده حاجات طبعا طفيليات كلها. مجموعه كبيره من الطفيليات بتنتقل. الناس بتوع ما نغسلش اللحمه عشان اللحمه فايدتها فيها مش عارف ايه، لازم ما تتغسلش. لا مش مشكله، انا بتكلم على الطهي. بس لازم تتغسل يا دكتور برضو صح ولا طبعا؟ بس النار هتقتل اي حاجه. بس عشان كده بقول الطهي جيد، لان في ساعات ناس يقول لك ايه انا باكل نص سوا. ده غلط.
رير دان كمان، مش او بس الاسماك النيه اللي بتتاكل نيه وبتتحط عليها حاجات سوشي. ياسمين ان شاء الله. اوكي. دول برضو الاسماك دي بتعمل مشاكل؟ بصي لازم اطهي الطعام خصوصا اللحوم، طهي بخار لا ستيم. طيب مش مشكله، المهم اطمن ان انا وصلت بدرجه حراره اللحوم دي للدرجه اللي اقتل فيها اي كائنات غير مرغوب في استضافتها داخل جسمنا يعني. طب ايه الحاجه اللي ممكن لا قدر الله احنا نحس بيها نعرف ان احنا كده انتقلنا، يعني ايه بدايه نقل العدوى نعرف ان احنا لا يعني عندي مشكله؟ الحاجات الجلديه. الحاجات الجلديه هتبان على جلدي على طول. يعني اللي عنده حساسيه يهرش. لو فطريات هتلاقي مكان يا في الجلد يا في الراس، مكان مستدير كده، ده عند الاطفال دايما زي ما قلت، خالي من الشعر، مقصف وفي قشر وكلام من ده، او في التهابات حمراء. طيب بصي يا دكتور، احنا دلوقتي جالنا سؤال من اللايف، هاني علي بيقول ان ابنه عنده 3 سنين وضوافره بتطلع على اللحم. يعني ايه بتطلع على اللحم؟ يعني اعتقد ان هي يعني الجلد بجلد صوابع ايديه بيطلع على اللحم، يعني اعتقد بيغطي على الضفر. لا طب دي لازم نفحصه ليه؟ دي ممكن ليها اسباب وراثيه، يعني ساعات الحاجات دي بتبقى نوع من انواع العيوب نتيجه ان في خلل جيني. فطبعا اذا كانت كثيفه قوي دي ممكن بتتشال. لو جلد زايد بنشيله. بتتشال، اذا كان نتيجه مرض جلدي عامل التهاب او حاجه بندي دهانات تشيله. فلازم طبعا فحص مثل هذه الحاله. عشان نبدا نختار العلاج المناسب. طب دكتور نيفين زخاري بتسال، هل الكلاب بتجيب بكتيريا في البول؟ في البول؟ مش عارفه هي تقصد بكتيريا من موضوع الكلاب، من بول الكلاب، ولا بتجيب بكتيريا في البول للانسان؟ انا مش عارفه السؤال المقصود بيه انهي ناحيه. طبعا يعني اكيد يعني لمس سوائل خارجه من حيوان دي فيها خطوره. طب بكتيريا، فيروسات، فطريات. فالمفروض ان ما اقربش جنب الكلام ده خالص. فتاخد بالها. وبعدين الكلاب ليها طريقه معينه بتعمل فيها التواليت صحيه، فده ما بتلمس بعيده خالص مفيش مشكله. طيب في حد اتصل بالتليفون بيسال على السواد اللي بيجي حوالين البق، بيبقى ايه سببه؟ هل هو قله ميه؟ هل ليه اسباب تانية، شمس ولا ايه بالظبط؟ لا العكس، اليومين دول في ناس كتير بتاخدش بالها من عاده كده، ان هي بعد ما بتخلص اكل وبتشطف ما بتنشفش كويس. وساعات بتبقى في الايد، فتبص تلاقي يحصل التهاب يعمل لون غامق. ودي عند الاطفال اكتر. اوكي. تلاقي اطفال كتير من دول الحته دي غامقه ومقشفه شويه. طب ده علاجه ايه يا دكتور بقى؟ ناخد بالنا ان لازم التجفيف الجيد. بندي كريبات لو في لون غامق زي ليت اب ولا حاجه، دهان الصبح وبالليل. يعني شهر بيكون راحت تاني. اوكي. بس اهم حاجه ان انا ما اسيبش ميه كتير خصوصا في البرد يعني. بس في بنات كتيره بتشتكي فعلا بيطلع لها هنا وهنا اسود، بيكونوا هل بيعملوا له تقشير ساعات وكده، هل هي حاجه ناجحه ليه؟ بصي ازاله اللون الاسمر ليه كذا طريقه. اوكي. الحاجات الخفيفه بنستخدم الكريمات. الحاجات اشد ممكن يبقى التقشير فعلا. الحاجات اشد ممكن تبقى بليزر. فعلى حسب. وبعدين اللون الغامق ده حاجات كتير قوي. اوكي. ممكن يبقى في الخدود، ممكن يبقى في الجبهه، يعني في مشاكل كتير بتعمل كده، يعني مثلا الكلف اللي بيجي للسيدات بيعمل كده. لو انا مثلا عندي التهاب وخف ممكن يترك بقعه سمراء، لو عندي حب شباب وخف تلاقيه ممكن يسيب بقعه سمراء. الحقيقي. في بعض حاجات زي مرض الحزاز اللي بيجي في الوش بيعمل لون غامق جامد. ففي كثير، في بعض الادويه الاثار الجانبيه بتاعتها بتسيب لون غامق. لو في مشكله في الكبد. اوكي، دي اسبابها كتيره قوي. كتير. حضرتك لازم بقى بتشوف وبتعرف بالظبط، يعني تكشفي على المريض، تحددي، تختاري العلاج المناسب. طب في حد تاني دكتور بتسال، ضوافرها بتتكسر وبقى شكلها وحش ومش بتطول خالص وبقت ضعيفه، ده الحل ايه برضه؟ الاول نشوف السبب. هنا ممكن تكون هي بتحط ايديها في الميه والصابون كتير. في المطبخ، في الغسيل، دي طبعا بتعمل كده. او ممكن يبقى عندها انيميا. في سوء تغذيه هتعمل كده. او عامل الراسي، او اصابه جلديه او اصابه مرضيه في الاظافر، حساس صدفيه. فبنبص نشوف الاول ايه السبب. وبناء عليه ناخد علاج. فاذا كان ضعف هناخد فيتامينز. اذا كان مرض مناعي هناخد دواء مناعي. اذا كان نتيجه الميه والصابون بنقول للسيدات دايما ارجوكم معلش عشان خاطري لازم نلبس جوانتي. لما عدم لبس الجوانتي ده مش بس بيبوظ الضوافر وبيسيب الجلد مشاكل وبيسيب الضوافر بفطريات وبيعمل اكزيما في الايدين.
طب ممكن كمان استخدام النيل بولش على طول للسيدات ده يأثر على الظوافر بالفعل في الاسيتون ونوعيته كمان؟ ليه؟ انا ما بحط اللي هو المانيكير بتشيلي حاجه بايه؟ بالاسيتون. والاسيتون مذيب عضوي. يعني بيذيب مواد عضويه والاظافر مواد عضويه. صحيح. فكل ما احط الاسيتون بيهري الضفر ده خالص ويفتكر. والجلد كمان. والجلد بس الضفر اكتر بتاثر بالاسيتون. طيب يا دكتور جالنا برضو تليفون في حد بيسال سبب كثره القشر في الشعر وفي الحواجب بالذات. موضوع قشره الحواجب ده ناس كتيره قوي بتعاني منه. يمكن الرجاله بقى بتزيد عن كده حركه الصدر. اوكي. هتلاقي اللي هي والدقن. المشعره والدقن. ده الموسم بتاعها. اوكي. الفتره اللي هي مع بدايه فصل الشتاء لغايه نهايه الشتاء. طب ايه السبب؟ الدهون كتير بتبقى في الفتره دي. طبعا. وبعدين احنا عندنا حاجه غريبه جدا. اتكلمت عليها قبل كده. ان احنا بنكسل نستحمى في الجو ده. مش كده برضه؟ يعني الاقي ام سايبه ابنها اسبوع. ما بتحملوش. ليه يا ماما كده؟ اصلي خايف عليه من البرد. يا نهار ابيض. بس هو برضه ما ينفعش يتسال اسبوع. لا ده مش كلام كده يعني هيبرد. انا بشوفها كل يوم. عشان كده تقول نهار اقول لامهات اغسل احميه كل يوم. بس امتى؟ بالليل. استحمى نشف ويتغطى ويتكلفت وينام. انما مش رايح المدرسه الصبح واخد دش. ده طبعا حاجه يعني راتبه جدا وخصبه للفطريات انها تطلع في الراس لازم يبقى في غسيل على طول. طب في حد تاني بيسال ان ضوافر رجله على طول متكسره وجوانب الضوافر لما بيضغط عليها دايما بتوجع. اي لمس في جوانب صوابعه بتوجعه جدا. ده ايه المشكله وايه الحل؟ بتحصل ما ياخد باله وهو مش فاهم. ممكن تبقى جزم ضيقه باستمرار. يعني في ناس كتير بتلبس جزم ضيقه ما بتاخدش بالها. بتعمل كده. حاجه بسيطه مش مرض خالص يعني. بس مع مرور الوقت هتلتهب وتوجعه وتعمل مشكله وتخلي الضوافر متشرخه والكلام ده كله. طبعا الصبع يورم ويلتهب والجلد حواليه. في اي سبب تاني ولا بس الاسباب اللي كنا بنقولها من شويه؟ ما هو اللي بينطبق على اظافر اليد ينطبق على اصابع القدمين. نفس المشكله برضو. سوء التغذيه والانيميا والامراض كلام. والسيدات برضو نفس المانيكير والكلام ده. نفس اسباب الايدين والرجلين. طب يا دكتور في حد بعت لنا عن والدته عندها تشققات في رجليها ومش بتروح بالمرطبات فهل بيكون بقى في علاج تاني؟ بتعمل ايه؟ ودي برضو زياده اللي من دول. اوكي. لان الجفاف الجلد منتشر عشان بردها. بنروح الصيدليه ونقول له حضر لنا تركيبه مرهم حامض الساليسيليك 5%. نقولها تاني. مرهم حامض الساليسيليك 5% بيحضره في الصيدليه وما بيكلفش فلوس. طب دي بتبقى تركيبه. بتسال انه التشققات دي اكزيما ولا ده عادي؟ هي بتسال. ممكن تبقى اكزيما، ممكن تبقى صدفيه، ممكن تبقى طبيعه الجلد بسبب البرد. اوكي. في ناس طبيعه جلدها كمان في كعب الرجل بيبقى تخين شويه وشق. بيبقى طبيعه. حاجه اسمها هايبركيراتوزيس مش مرض بس طبيعه. زي ما يكون واحد شعره خشن. بيبقى مشكله بالنسبه له بس مش مرض. طب حتى لو طبيعه التركيبه دي بتعالج الموضوع ولا خلاص؟ التركيبه دي كويسه جدا وامنه وما فيهاش كورتيزون. مش هتكلف فلوس. واحنا دايما بنحاول نشوف بقى الحاجات اللي بين دول اللي ما بتكلفش برده كتير. يعني حتى دايما البنات اقول لهم يعني اعملي حاجات بدل يعني مثلا حب شباب او بشره دهنيه. مش عارف انا قلت الكلام ده قبل كده ولا لا. بدل ما اجيب ادويه وتكلفني والمستحضرات غاليه انا ممكن اعمل حاجه سهله قوي. بنجيب مقدار ملح طعام على 9 ميه. يعني مثلا فنجان ملح و9 فناجل ميه وبقلل المحلول بقلبه. وتغسل وشها بيه او يغسل وشه بيه الولد. ويسيبه 10 دقايق. ده بيقلل الدهون وبيعمل حب الشباب وبيعالج حب الشباب. ملح وميه. يبقى انا وفرت ثمن دواء ثمنه 300 400 جنيه. القش الشعر. ما برضو الادويه غاليه. خلوا ميه. خلوا الميه. جلد ناشف. فازلين. بس الخل يتساب يا دكتور مثلا 5 دقايق شهر يتغسل؟ 10 دقايق كده يتغسل. يوم بعد يوم يبقى ما فيش قشر. كلها حاجات ممكن نعملها في بادوات مزيلات العرق. ازاي بقى دي في البيت؟ غليت سهله. هجيب الشابه. شابه من عند العطار. يا شابه بودره يا شابه حجر. هتمنع العرق وتمنع الريحه ومش هتكلفني ثمن السبراي اللي ثمنه شيء الفلاني. بس هي فعلا بتمنع يا دكتور يعني؟ طبعا. طبعا. نضاره البشره. كريمات غاليه جدا بالاف. اكيد. اجيب زيت اللوز الحلو. حضرتك بتحب زيت اللوز الحلو ده؟ مفيد حلو قوي. ادهن وشي بيه. عندي تقصف في شعري. بس والله بيبقى افكتيف بالذات لو من مصدر موثوق فيه. وزيت لوز فعلا بيبقى على فكره فعال جدا. بس اللوز الحلو مش المر. الحلو للبشره. في زيت لوز مر. دي وسائل تخليني اوفر فلوس
واشتري بيها حاجه تانية بدل ما ادفع حاجه بالشيء الفلاني. طب احنا معانا حد تاني يمنى بتسال ان هي عندهم كلب في الشارع وهو صعبان عليها عنده جرب يعني وهي بتحط له اكل، هل ممكن تحط له مع الاكل اي نوع من انواع الادويه عشان تعالجه كمان؟ لا طبعا هي مش دكتوره بيطريه ما بتعملش كده، زي ما بتعمل زي بني ادمين، معلش بني ادم وانا مش دكتور، انما في حاجه اسهل تطلب جمعيه الرفق الحيواني. صحيح. وعلى فكره وفي برضه دكاتره بيطريين برضه بيحبوا يعملوا الخير ويساعدوا لو قالت له ممكن يقول لها. طب هل تعاملها مع الكلب وهي بتحط له اكله كده غلط؟ صح؟ ده غلط جدا. يعني حتى لو واخده بالها وهي لابسه جوانتي زي بتاع الانسان من بعيد وما تقربش منه. لان ده معدل خطر طبعا. طب يا دكتور دلوقتي الناس طبعا في الشتاء صوابعها واطرافها بتحمر جدا، فاحنا عايزين علاج للاحمرار ده. وحاجه تانية يعني هل ليه علاقه بالجلديه انه الاطراف دايما هي اللي مثلا نلاقي صباعنا فجاه مش حاسين بيه، مش حاسين بطرفه في البرد لونه ابيض؟ هل ده ممكن يسبب حاجه اكبر؟ لونه ابيض ليه؟ معناه ايه؟ مفيش احمرار. طب ايه اللي بيعمل لونه احمر؟ الدم. انا في الساعه دي هتلاقي وشنا وايدينا بيضه وكل ليه؟ لان البرد بيعمل انقباض في الاوعيه الدمويه، فكميه الدم رايحه الجلد بتبقى قليله. اوكي. فمفيش لون احمر، في جفاف، في وجع، في الحاجات دي كلها بتحصل لي من دول في الشتاء، عشان كده لازم تدفى كويس. ودايما اقول للناس ارجوكوا ما تغسلوش ايديكم ولا وشكم بميه ساقعه. طبعا صعب. افتح الاثنين وتبقى دافيه، تبقى مش سخنه قوي ولا فتره. فالميه الدافيه هتعمل ايه؟ تمدد الاوعيه الدمويه، هتخلي الدم يجي في الجلد، هيبقى في نضاره في الجلد، مفيش جفاف، مفيش المشاكل دي كلها. طب حد يا دكتور بيسال علاج العروق البارزه في الايدين والرجلين، لو حد عروقه بارزه، اعتقد دي مش مشكله يعني، بس لو حد عروقه بارزه لها علاجها ايه؟ يعني طول ما قاعد يقول يا رب العروق تخش يا رب العروق تخش جوه زي التساقط كده بالدعاء بالدعاء دي ليها. بس ده مش مرض. ده مش. وبعدين كل ما حد يكبر في السن بيزيد اكتر. هل ليها كريمات؟ ليها حاجه ممكن؟ لا طبعا. يعني انا هعمل كريم يدخل العرق جوه ازاي ولا يسرعه؟ صحيح. وما اقدرش بس اقول له روح جراح ويقطعهم. لا لا بس دي حاجه اصلا بتزيد اعتقد ان دي حاجه اتراكتيف يعني، صح ولا ايه؟ كانوا بيقولوا كده. لا يعني لا بتخوف شويه. لا لا يعني لا انا عندي على فكره انا كمان وانا كمان عندنا. وكل ما الواحد يرفع تبان اكتر. كل ما الواحد يبقى سمين مش هتبان، لان طبعا يبقى ليها حل اهو. هناكل وحل جميل. لا بيني وبينك اتحمد يعني صحيا العروق ارحم. اكيد العروق ارحم. الوزن ده ليه مشاكل صحيه كتير. صحيح. فالعروق خلينا في العروق احلى. خلينا وندعي يا رب. العروق دي دم ويبقى عندنا دم وحاجه. عندنا دم وحاجه. صباح الورد عليك يا دكتور، نورتنا النهارده وصباحك صباح الورد. يا رب. صباح الفل على حضرتك يا دكتور. باذن الله. صباح الورد عليك. صباح الفل عليك يا سلام. وصباح الورد والفل والياسمين على حضراتكم. خلصت حلقتنا النهارده، استنونا بكره في حلقه جديده من صباح الورد.